وفي غرامه 500 جنيه. وكل مره بيقولوا كده. ما في غرامه. حتى انتخابات الرئاسه برضه كانت كده. وفي ناس ما راحتش ولا حد سال فيها. والله باشا بص انت محترم مليك يعني. انت مقتنع؟ انزل مش مقتنع خلاص. يا عم هو كده كل قلب اللي هيكسب والله. في حد يا عم في الودين اشرف شوطه عثمان اللي هيكسب. مقتنع غير اللي قاعد في البات عمال ياكل لحمه. طب ماشي وفي اللوردي وفي العجمي ديفالا او ترخابي. وتعالى اسمع الكلام ده. وعلى الرهان. يا عم يا حاج صلي على النبي صلي على النبي. انت يعني هم مستنيين صوتك يعني بالله عليك هم مستنيين صوتك. يا عم مش مستنيين صوتك والله. والله العظيم هم مستنيين صوتك. انت مستسلم اي حاجه؟ لا مش مستسلم ده حقيقه. لا صوتي يفرق طبعا. لا لا صوتك يفرق صح بس مع الانتخابات نزيهه بس مش الانتخابات دي. ما تزعلش مني. لا لا كلها حلو كلها رقص بس محمد عطا؟ نعم؟ اه محمد عطا انتخبت؟ لا والله ومش هنتخب لان انا عارف الانتخابات دي هتكون مطوله مش مستنيين صوتك؟ مش غير مش مستنيين صوتك انت مستسلم لكل حاجه لا انا مش مستسلم دي حقيقه سودا سودا ليه يا عم؟ مش مستسلم دي حقيقه خلاص بقى حيا نفسك ما هحيا نفسي ازاي؟ هحيا دي للشعب كله الشعب ده والله طب هو غير مين اللي انتخب؟ انت ايه اللي انتخب؟ انت قول لي على الشعب ما بينزلش لا لا انا قلت انت ما تنزلش انزل يا عم براحتك بس انا بقول لك في حد نزل؟ انت أيوة انت قلت نفسك فين نزل؟ انت قلت نفسك دلوقتي هنا انت قلت ما فيش حد نزل ايوه انا شايف الدنيا فاضيه ايوه الدنيا فاضيه يعني معنى كده ان ما فيش حد نزل الله اعلم لا مش الله اعلم انت بتقول الكلام عكسه ازاي يعني؟ لا مش عكسه انا ما بقولكش ان ما فيش حد نزل ما بقولكش الناس ماليه الدنيا بقولكش الناس الدنيا مليانه يعني مش الدنيا مليانه يعني الانتخابات دي بالله عليك ولا انتخابات الاخوان؟ بالله عليك دي ولا انتخابات الاخوان؟ ربنا ياخد الاخوان يا عم اه يا عم انا قلت انا نازل النهارده عشان خاطر الاخوان عشان ما ياخدوش يا عم في حد نازل من الاخوان وكلهم في السجون دلوقتي هم في الشارع اهو فين في الشارع؟ حزب النور حزب النور ده اخوان؟ ما حزب النور ده مع السيسي ده مع السيسي؟ اه والله مع السيسي